مشاهدينا الآن إلى السيد فؤاد العمور، والذي سنتحدث معه عن معاناة رعاة الأغنام بسبب احتلال المراعي وحبس الغذاء عن الماشية في قرية مسافر يطا. يعني سيد العمور، لو تحدثنا أكثر عن هذه المعاناة. بداية مساء الخير إليكم لجميع المشاهدين والمتابعين. يعني نبدأ بالحديث عن مسافر يطا. هي قرى متعددة، ليست بقرية واحدة، بحيث أنه مسافر يطا هي تفوق 50,000 دونم، تتناثر عليها أكثر من 23 قرية، والتي أيضا بجانبها البادية البدوية، والتي أيضا تضم تجمع كبير من أهل البادية، بحيث نتكلم عن كمية كبيرة من الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال في الآونة الأخيرة ويمنع المواطنين كما ذكرت. يعني بدأ تنويهنا لهذا البرنامج لأن الأراضي هي أراضي شاسعة وعدة قرى، ليس قرية واحدة مسافر تضم الجميع. طيب كيف يتعامل الراعي مع هذه المضايقات من لتأمين الأعلاف والمواشي، أو الأعلاف للمواشي؟ سيد فؤاد، هل تسمعني؟ بسمعك طيب أعتذر سيد عن الخلل فؤاد، اللي صار. أعيد لك السؤال، كيف يتعامل الراعي بشكل يومي مع هذه المضايقات لتأمين الأعلاف لمواشيها؟ يعني في الآونة الأخيرة، ودعينا نبدأها من مطلع عام 2022، بحيث أنه الاستيطان استطاع فرض سياسة جديدة على أراضي مسافر يطا والرعاة بالتحديد، بحيث الاستيلاء على المراعي وفرض السيطرة الإسرائيلية على المراعي وعدم السماح للمواطنين في استخدام أراضيهم والرعي في مناطقهم. بات في الآونة الأخيرة، كما هو في حال التقرير المبثوث الآن عبر قناتكم، هو استخدام رعاة الأغنام لمواد بديلة، كما هو حال البيكانيوم، هذه المزروعات التي يقوم بجزرها هذا المزارع، وإطعام الأغنام واستخدام طرق بديلة أيضا من أنها تكون، بحيث توفير الأعلاف والأكل المواشي بشكل عام، وخاصة أن في ظل الوضع السياسي المستمر من الناحية الإسرائيلية بالضغط على الفلسطينيين، هو ارتفاع يعني أسعار الأعلاف بأسعار باهظة جدا، بات المواطن يعني لا يستطيع أن يتعامل بشراء هذه الأعلاف، ذهب بالاتجاه الآخر وهو العمليات البديلة والزراعة البديلة الموضعية في المنازل. ولكن هذا يعني بالنهاية هو يكون حد إنتاج الزراعي، بحيث أنه المسافر يطا والبادية البدوية هي تعتمد بشكل رئيسي على الثروة الحيوانية، وهذا المنهج الاستيطاني الذي يعمل على هذه المناطق سيحد من عملية تربية الأغنام وسيحد من استمرارية رعاة الأغنام. طيب من خلال هذه اللجنة فيما يتمثل عملكم؟ نحن بشكل أساسي ورئيسي نعمل على، أولا هو عملية توثيق جميع انتهاكات الاحتلال بحق مواطنينا من رعاة، من سكان، من مصادرة أراضي وعمليات هدم تجري في منطقة مسافر يطا. هذه التقارير تكون مبنية على شقين، الشق الأول هو الشق الإعلامي حتى يرى العالم أجمع ما يحدث في جبال جنوب الخليل وبالضفة الغربية وبالشعب الفلسطيني بشكل عام، وأيضا بالاتجاه الآخر عبر المؤسسات الدولية والمحلية لرفع التقارير الداخلية للمتضررين، ليكون هناك استجابة سريعة لتعويض شيء ما مستعجل، كما هو حال المباني عندما يقوم الاحتلال بهدم منازل المواطنين، وخاصة نحن نتكلم في فصل الشتاء الذي يعرض المواطن إلى الشقين، الشق الأول أنه يتخذ قرار والعودة إلى مدينة يطا أو اتخاذ سبل معيش أخرى، وإما أن يبقى في مكانه. بقاءه في مكانه يجب على المؤسسات تعزيز الصمود، نحن يكون بدورنا ربط هذه النقطة تحديدا، تعزيز الصمود لو سمحت لي. يعني كل هذه المضايقات والاعتداءات تصب في خانة واحدة، وهو التهجير القسري، والكل يعلم بأن يعني قرية مسافر يطا من بين القرى التي واجهت منذ عقود مثل هذه الاعتداءات ومحاولات لتهجير أهالي القرية. هنا لو تحدثنا عن صمود الأهالي وكيف يتعاملون في مثل هذه الظروف.
يعني قرى مسافر يطا بشكل عام يعني هي لم تبدأ معاناتها من جديد، هي قديمة. نتكلم عن تجمعات تم تهجيرها بشكل فعلي في مطلع أو في نهاية عام 1999، وهي قرية جنبة التي يعني تم تهجيرها بصورة الهمجية الاحتلالية، وحامل هذه القرية بشكل كامل أو مواطنيها ونقلهم من القرية، تدمير القرية. لكن العنصر الرئيسي وهو الفلسطيني المتجذر في هذه الأرض، بحيث أنه أعاد بناء هذه القرية والتجذر بها كما هو حال باقي القرى في المسافر. نكرر بشغلة يعني أو بشيء رئيسي، هو نعم الثبات الفلسطيني هو العنصر الأساسي. لكن آليات تعزيز الصمود، يعني أنت تطرقنا إليها، عمليات الهدم، عمليات التهجير، القصر والقصف عفوا التهجير القسري للمواطنين لم يحيد طيب من عملية أمن نعم المواطنين. نعم طيب سؤال أخير، يعني دور المنظمات الدولية، هل رصدتم لها أي دور في توفير الاحتياجات الأساسية لأهالي القرية وأيضا حمايتهم من عمليات التهجير أو محاولات التهجير القسري؟ بالفعل هو كان لهم دور بارز وما زال الدور البارز من المنظمات الدولية والمؤسسات الفلسطينية المتعاونة مع المنظمات الدولية لفرض واقع أساسي وركيزة في مسافر يطا، وبالتحديد القرى التي أعلن في مطلع 22 تهجير 8 قرى، بحيث أنه هناك المباني هي تحمل شعار الاتحاد الأوروبي، بحيث أنه الاتحاد الأوروبي هو من قام بمساندة هذا المواطن وإنشاء هذه المساكن، وأيضا مدارس التحدي والصمود التي منها تم هدمه قبل أسبوع، ومنها هو حتى هذه اللحظة ثابت في وجه الاحتلال، وأيضا معزز صمود المواطنين في مسافر يطا. إذا نحن لا ننكر وجود الاتحاد الأوروبي، وهو العمود الركيزي الذي يعزز صمود المواطنين بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية. السيد فؤاد العمور منسق لجنة حماية وصمود قرى مسافر يطا، شكرا لك.